مدارس الآحاد ليه بيسموها مدارس الآحاد مثلا وإيه وهل هي مختلفة عن التدريس مثلا في داخل المنهج الدراسي نفسه؟ واللي فهمته كمان إنه بيشرف بابا تودس نفسه على وضع المناهج المتعلقة بمدارس الآحاد، صح؟ هو مدارس الآحاد حاجة كويسة إنها بنبدأ مع الطفل من وهو لسه بيبي كلاس، فبنبتدي بقى معاه اصلا لما بيخش المدرسه على سنه 6 سنين مثلا، هو كده خلاص يعني عارف اساسيات الدين بتاعه وعارف حاجات كتيره جدا، فده بيسهل عليه بعدين. غير كده احنا عندنا مدارس الاحد بنديها من البيبي كلاس لحد ثانوي، فعندنا منهج، المنهج طبعا حاطه دلوقتي السنه دي البابا تودروس، بناخد المنهج ده دروس طبعا. مدارس الاحد بتكون مثلا ساعتين في الاسبوع، يوم في الاسبوع اللي هو يوم الاحد. هو اتسمت مدارس الاحد، كان زمان يوم الاحد فعشان كده سميناها الاحد. دلوقتي بقى يوم دلوقتي طبعا لانه الكل عنده مثلا شغل الكبير او الصغير اللي هو مدرسة. مدرسه، ف يعني للظروف بتاعه الشغل والاجازه وكده، فطبعا خليناها الجمعه. كويس. فبتكون الجمعه بعد مثلا القداس، بيكون على حسب مواعيد الكنيسه، يعني مثلا في الغالب بيبقى من 8 ل 10 بنخلص القداس، بعدين بنبتدي مدارس الاحد ساعتين. الساعتين بتوع مدارس الاحد بنقسمهم، بس يعني ممكن نحفظ حاجه، الحان قبطيه مثلا، حاجات محفوظات كده من الكتاب المقدس، وبعدين بندي درس من المنهج اللي حاطه البابا، وبنشرح بقى حسب العمر بتاع الطفل. لو بيبي كلاس بنعملها بشكل لطيف، ممكن نعمل مسرحيه، سكتش، حاجات كده خفيفه، عرايس بتاع. لما بيكبر شويه، السن بقى اللي هو ابتدائي وثانوي وكده، طبعا بيكون بقى يعني شويه مستوعب يعني، فبنشرح الدرس وبنحفظ الايه، في هدايا، في حاجات بنشجعهم، يعني بنسهل شويه مع المدرسه برضو.